الشاعر يصور هذا الموقف في هذه اللحظة، أن زينب عندما أرادت أن تذهب إلى مصرع العباس كأن روحه تحركت تجيب زينب: لا تجيني، حالتي صعبة وفضيعة، لا تجيني يا اختي جفني قطيعة، لا تجيني واعذريني يا الوديعة. هل تتحمل زينب سلام الله عليها هذا النداء لسان حالها: يا أبو فاضل شيل السهم الصاب عينك، يا أبو فاضل قوم صافحني بيمينك، يا أبو فاضل عهد ما بيني وبينك، يا أبو فاضل عهد ما بيني وبينك. من الذي يخاطب العباس بهذا النداء لسان حالها؟ روحها تحركت زينب وهي تقول: آني زينب خيمتي خويا حرقونها، أنا زينب سكن بعدك سلبوها، أني زينب شوف زينبكم سبوها. هذا ما كانت تريد أن توصله زينب إلى روح العباس مولاي صاحب الزمان، وإذا لسان حالها يخاطب أبا الفضل: آي أخويا والشمر جت في إيديني، آي أخويا شابحة ملقاك عيني، آي أخويا بيك ناغي وما تجيني. تحركت روح العباس يريد أن يجاوب زينب: اعذريني يا اختي شوفي الزمن قاسي، اعذريني بالعبايات مفضوخ راسي، اعذريني قلبي ما يحمل مآسي.